في عام 1642 تم اختراع أول آلة حاسبة في التاريخ. هذا الجهاز السريع والمرن اخترع من قبل بليز باسكال وعرف باسم حاسبة باسكال. لقد ابتكر هذه الآلة لمساعدة والده مشرف الضرائب في إجراءات الحسابات المعقدة. لقد صمم الآلة لتقوم بعمليات الجمع والطرح بشكل مباشر، وكذلك الضرب والقسمة من خلال الجمع أو الطرح المتكرر. تتكون تلك الآلة من عجلات محملة بالأرقام من 0 إلى 9 ومقبض للتشغيل، حيث يتم إدخال القيم بتدوير هذه العجلات عبر مقبض التشغيل، مما يمكن المستخدم من تحديد الأرقام. تعتمد آلية العمل على الميكانيكا واستخدام التروس والعجلات للحسابات البسيطة، حيث تمثل العجلات الأرقام والتي تتغير مواقعها ومستوياتها بتدوير مقبض التشغيل، مما يمكن من إجراء العمليات الحسابية. لقد أحدثت هذه الآلة نقلة نوعية في تطور الآلات الحاسبة. لاحقاً ظهرت في 20ات القرن 20 الآلة الحاسبة لكلارك، وهي آلة بسيطة تعتمد على الرسم البياني لحل المعادلات الخطية، مما ساعد المهندسين في تبسيط حسابات الحث والسعة في خطوط نقل الطاقة. لاحقاً في 50ات ظهرت الآلة الحاسبة نموذج A14، وهي أول آلة حاسبة كهربائية صغيرة الحجم في العالم، والتي اعتمدت على تقنية التتابع الكهربائي وتم دمجها في أماكن العمل مثل المكاتب. وفي بداية فترة 70ات ظهرت أول آلة حاسبة محمولة تجارياً في اليابان، وكانت مختلفة في التصميم عن سابقاتها. لقد أخرجت نتائج عملية الحساب على شريط ورقي حراري. وفي العقود اللاحقة ظهرت الهواتف الذكية، التي جعلت الآلة الحاسبة أداة أساسية وسهلة الحمل والاستخدام من قبل الجميع.